تجيب الاخ اللي هو حاضرين ونقول لهم تفضلوا كيف ما فضلناش. يعني كان لو حلوا الهموم قصكم جديدكم، وهذا ايضا العميل مش حيمنعنا في هذا الامر، ولكن صحيح اهلا وسهلا. امكانياتهم عندكم. انا ولدنا زي ما قال الدكتور قول لي لا واعطينا واعطينا، انتم عندكم امكانيات اذا ما جبتكمش اسرع انكم تجيبوهم. انا شويه نقول لا خليهم لو طلعت حالات نلبسوا. لان انا يهمنا يهمنا نقولوا نوافقوا على موضوع الملابس ولا ما نوافقوش، انا مش مشكلتي. طيب نرجع للموضوع. في حال حنايا في فطار من عمليه البحث هل نسموا فيه لوكال سيركيوليشن؟ ما حدش بيقول لك حتى لو الدوله قالت ولا واحد يعرفش. انا ونقولوا ونقول والله نفتحوا ونديروا تبع الاجتماع ثلاثه كل عبد الرحمن رئيس الاجتماع في 7000 واحد حيعرف يقول ليش ما تلبس كمان. يعني انا منطقتي بيضاء امنه ما عنديش فيها اي مشاكل. جيت الدراسه ما عنديش امكانيات ولا عندي علمي عندي امكانيات في يدي. وعارف كم تقولوا لي الاولاد الان عندنا عمل يجيكم تراجعوا ما تقولوش كيف خلينا نقولها بالعربي. طيب فخلنا ناخذها شوي شوي ان شاء الله نشوفوا كيف ايش هي الخطوط. ربما يكون خطا مني مكتب تعليم سيناون مكتب تعليم درج مره استاذ فاضل معلش تعال مش 17 مؤسسه تعليميه داخل درج. انا ما اتكلمش عن نعطيها اكثر من حد ما ضيعها الطلاب في الدول فاضل ما دام تحت اجراءات اذا انتم تقوموا بالعمليه هذه الصحيه تتبعكم وتتبع. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد علي قريقة مراقب تعليم بلدية درج. وعقد اجتماع هذا اليوم باللي هو وكذلك بطلب أو باللي هو الاجتماع الأخير اللي كان في اللي هو وزارة التعليم مع اللي هو وكيل اللي هو وكيل وزارة اللي هو التعليم عادل جمعة، وذلك اللي هو بالتنسيق مع اللي هو اللجنة العليا الموجودة باللي هو البلديات، وكذلك رئيس لجنة الاستجابة اللي هو السريع للجائحة. في هذا اليوم عقد اجتماع ضم كل من عميد بلدية درج، رئيس اللجنة العليا للاستجابة السريعة، وكذلك رئيس اللي هو لجنة الاستجابة اللي هو السريعة لمناقشة اللي هو كيفية العودة اللي هو الدراسة ووضع الاستعدادات لهذا له. في الحقيقة فكان شرفنا اللي هو حضور العميد البلدية وأدلى باللي هو مساعداته، وكذلك أيضا مساعدة اللي هو جهاز اللي هو السلامة المهنية، وكذلك جهاز الشغال اللي هو العامة، وكذلك اللي هو الجمعيات والمنظمات الموجودة داخل اللي هو البلدية من سيناون إلى اللي هو أول. نوقش بهذا اللي هو الاجتماع. ايضا تركت فرصه للدكتور عبد الله عمران اللي هو الاستجابه اللي هو السريعه وتوضيح كيفيه العمل داخل اللي هو المؤسسات التعليميه والتعقيم والمواد مع اللي هو مدراء اللي هو المدارس. كذلك نوهنا على اللي هو مدى الامكانيات التي قامت بها اللي هو الوزاره باللي هو وصولها اللي هو المدارس، وعلمنا يوم الامس بانه قد تم التوزيع وكان منطقتنا مع التوزيع حصتنا مع مخازن تعليم غريان وبادلين الجهد اللي هو كيف توصل هذه اللي هو المواد الى اللي هو بلديتنا مع ايضا التنسيق مع بلديه قدامس من حيث اللي هو الايجار والتكلفه. ايضا حضر اللي هو الاجتماع مدير مكتب الصحه اللي هو مدير مكتب الصحه بالبلديه، كذلك اللي هو مدراء مكاتب الخدمات التعليمية، وكذلك درج وسيناون، وكذلك رئيس وحدة التعليم اللي هو الثانوي بكل من اللي هو مكتب الخدمات التعليمية درج وسيناون، والإصحاح اللي هو مكتب الإصحاح البيئي بالبلدية، والجمعيات والهلال الأحمر الموجود بمنطقة درج والموجود بمنطقة اللي هو سيناون، وبارك الله فيهم وأبدوا استعدادهم باللي هو التولي مهمة اللي هو التعقيم اللي هو اليومي أو الأسبوع حسب الخطة اللي نوه عليها رئيس لجنة الاستجابة اللي هو السريعة. كذلك أيضا نقش أيضا باب آخر اللي هو كيفية الاستعداد اللي هو للعام اللي هو الدراسي أو القبول أو استقبال اللي هو طالبتنا الدراسة من ابتداء من يوم اللي هو السبت القادم 18/7،
ونصينا او تكلمنا على اللي هو الشروط اللي تم احالتها من لجنه اللي هو العوده الموجوده بالوزاره، وتم احالتها الى المكاتب، ومن المكاتب تم احالتها الى المدارس ووصلت المدارس، والمدارس كل مدراء المدارس حاضرين معنا على مستوى البلديه، وطلبنا منهم مدى استعداداتكم، فقاموا اللي هو باستعداد اللي هو القاعات، وكذلك اللي هو اللي هو تجهيز اللي هو الجداول الدراسيه حسب الخطه اللي منوع عنها من وزاره اللي هو التعليم من الساعه 7:30 الى 11:30 من اليوم. في الاخير لا يسعني الا ان اشكر اللي هو القناه بانوراما لإجراء هذه المقابلة لتوصيل الرؤية اللي تم تطبيقها من قبل اللي هو المراقبة التعليم. كذلك أيضا ننوه على حاجة أخرى اللي هو قسم الاحتياط العام اللي تم الإعلان عن العودة اللي هو للعمل من يوم اللي هو 12/7. لذلك ننوه ونعطي العلم لزملائي وزميلاتي اللي موجودين بالاحتياط العام، عليهم التوجه الى قسم الاحتياط العام الموجود باللي هو المراقبه، وذلك بالتوقيع واللي هو الرجوع للعمل. ووفق الله الجميع، ونتمنى اللي هو التوفيق والنجاح والسلامة من هذه اللي هو المرض لأبنائنا ولليبيا وللعالم اللي هو الإسلامي، ونتمنى التوفيق لأبنائنا الطلبة والطالبات والنجاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.